نظم عددهم من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية صامتة أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية اعتراضا على لجنة وضع الدستور المصري الجديد بمشاركة عدد من الحركات السياسية بالإضافة إلى إقالة جميع المشرفين على الانتخابات الرئاسية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تكون جميعها من تيار استقلال القضاء، كما أعلنوا رفضهم استحواذ الإخوان المسلمين والجماعة السلفية على لجنة وضع الدستور. قام عشرات المثقفين والسياسيين والنشطاء وأعضاء ائتلافات شباب الثورة بقطع طريق قصر ثقافة الإسماعيلية احتجاجا على قرار إقامة محاكمة متهم مجزرة بورسعيد به، وطالبوا مجلس العسكري والحكومة بإلغاء القرار مهددين باستمرار الاعتصام ومنع أي محاولات لاستكمال تجهيز قاعة المسرح كمقر للمحاكمة. ووصل إلى مقر القصر في وقت سابق عشرات من المثقفين من مدن القناة وسيناء ومختلف المحافظات المجاورة للتضامن مع المعتصمين. أكد أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من إبريل على ضرورة التراجع عن فكرة الأغلبية واللجوء إلى المشاركة، وأن المنافسة على السلطة يؤدي إلى الانقسام. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها حركة السادس من إبريل بالمنيا بمناسبة مرور 4 سنوات على الحركة، وذلك بحضور عدد من الشباب من بعض الحركات والأحزاب ومنسقي بعض الحملات الانتخابية. وقال ماهر إن الحديث عن التمويل الخارجي وتلقي بعض الشباب الحركة لتدريبات بالخارج لا أساس له من الصحة. أحيا عدد من تلاميذ وأصدقاء المناضل ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربية النصرية الذكرى السنوية الأولى لوفاته بنادي المحامين برأس البر بحضور سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من قيادات الحزب النصري. عرض الحضور ملامح من تاريخ ومشوار حياة داوود الذين أكدوا أنه كان أول من رفض التمديد للرئيس السابق حسني مبارك وأول قائد حزبي رفض فكرة التوريث. قطع عشرات من الأهالي الطريق أمام إحدى محطات تزويد المواطنين بالغاز في مدينة الشيخ زويد بالعريش احتجاجا على اختفاء الغاز، مطالبين بسرعة إرسال حصة المحطة، كما تسبب الزحام الشديد أمام محطات البنزين في مشاجرات وصلت إلى حد إطلاق النار منذرة بتصاعد الموقف. من جهتها قامت قوات الأمن بإطلاق عيرة نارية تحذيرية لتفريق المشتبكين، كما تم وضع أفراد من الشرطة لتنظيم طوابير السيارات أمام محطات لمنع إغلاق الطرق. نظمت مؤسسة ملتقى الحوار بحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان دور الإعلام المحلي في مناهضة الإتجار بالبشر، والتي استمرت لمدة 2 يوم. ناقش المؤتمر قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتناول السياسات التي تجب على الدول اتباعها لمنع تلك التجارة، محذرا من التداعيات والنتائج المترتبة على تلك القضية. وطالب المجتمعون بضرورة توعية المواطنين ومعالجة قضايا الفقر التي تعد أهم أسباب تلك التجارة. شنت الأجهزة الأمنية بدمياط الجديدة عدة حملات أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والمسجلين خطر في عدد من قضايا السلاح والمخدرات والسرقة، وتم ضبط كميات من البنجو والأقراص المخدرة وقطع السلاح، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على 3 عاطلين أشقاء هاربين من حكم مؤبد في قضية شروع في قتل، وذلك خلال حملة أمنية شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية. كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل مكونا من 5 مسجلين بمحافظة القليوبية. وصل عمال وموظفو مرفق الإسعاف بمحافظة السويس إضرابهم لليوم الثاني، حيث تجمعت السيارات أمام ديوان عام المحافظة معلنين رفضهم للعمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وعدم تحمل السائق أي أعباء مالية بسبب قرارات خاطئة بالسيارات، إلا بعد تقرير المرور وغيرها من المطالب. أشار المسعفون أنهم مستمرون في الاعتصام المفتوح والإضراب، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم على مستوى الجمهورية لرفع الظلم عنهم على حد وصفهم.
واصل العاملون بالاسعاف الطائر بالشرقيه اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبه باقاله مدير عام الهيئه ونقل تبعيتهم لوزاره الصحه. وفي اسيوط اعلن العاملون بالاسعاف انضمامهم الى الاضراب عن العمل للمطالبه بعدد من المطالبات الماليه، وقال مدير مرفق الاسعاف انه سيتم تشكيل وفد لمقابله المحافظ ووكيل الوزاره لطرح مطالبهم وتلبيه المستطاع في حدود الامكانيات المتاحه لديهم. طلب محافظ الغربية في اجتماع الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى لمحافظة الغربية بإقالة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لقيامه بقطع المياه عن مديرية القوى العاملة بسبب تحرير محاضر ضد الشركة، وذلك لرفضها تنفيذ القانون بتعيين نسبة 5% المحددة للمعاقين. كما ناقشت الهيئة اعتصام موظفي العمالة الموسمية بجامعة طنطا، وقرر الجامعة بتعليق الدراسة لحين توفير الأمن.